وريني يا سيدي. حلوة قوي، حلوة دي، برافو برافو. ايه ده؟ فين صورة الفايز في المسابقة؟ الفايز لسه ما وصلش وما تصورش وما استلمش جايزتي يا فندم. يا سلام، وانت مالك مبسوطة قوي كده انه ما جاش وما تصورش يا فندم؟ دي مشكلة، العدد يبقى ناقص. مش مشكلة الصورة يا فندم. لا مشكلة الصورة، علشان المصداقية، الراجل لازم يتصور بجايزته جنب الخبر. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ بص لو ما جاش النهارده تأجل الخبر كله لبكره، وانا هكلم استاذ جميله بلغه. تمام يا فندم. شكرا، اتفضل. انا مريم يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مش ممكن، صفاء سباعي؟ يخرب عقلك، بتعملي ايه هنا؟ مش معقوله، انجي احمد؟ انت بتشتغلي هنا؟ ايوه طبعا. ايه يا بنتي؟ ما بتقريش جرايد؟ ما تشوفيش تلفزيون ولا ايه؟ الثقة دي؟ لا ثقة ايه؟ مش ثقة والعياذ بالله، ده غرور بعيد عنك. اقعدي اقعدي، وحشتيني جدا. وانتي كمان وحشاني قوي. انا متابعاكي من زمان يا انجي، من ساعة كتابك ما نزل، وبقول لكل الشلة انتي مشرفونا قد ايه. حبيبتي ربنا يخليكي. وانتي بقى بتعملي ايه في الدنيا؟ بتاجر في التحف والانتيكات. بجد انتيكات؟ طب وانتي جايه هنا عندنا بتعملي ايه في الجورنان؟ ليكي قرايب؟ لا ابدا، انا جايه استلم الجايزه، جايزه مسابقه قديم بس عظيم. يخرب عقلك، انت اللي كسبتي 100,000 جنيه؟ يا بنت المحظوظه. الحمد لله. عيني عليكي بارده. من يوم ما اهتميت بالانتيكات والتحف وبدات اتاجر فيهم وانا بكسب على طول بالشكل ده. معقوله الانتيكات والتحف بتكسب فلوس كتير بالشكل ده؟ ايوه حبيبتي. بصي يا حبيبتي، اي حاجه قديمه ممكن ما يبقاش ليها قيمه عند ناس، بس عند ناس تانيه لها قيمه وقيمه كبيره كمان. انا بقى شغلي كله على الحاجات القديمه والنادره دي. طب وانتي شغلك فين؟ في المعرض بتاعي طبعا في الزمالك. ضروري تيجي تزوريني. ها طبعا يا حبيبتي هاجي ازورك. انا من زمان مهتمه قوي بموضوع التحف والانتيكات، خصوصا بعد ما سمعت موضوع ال 100,000 حبيبتي يا انجي حبيبتي، هستناكي. ها تزوريني. باي حبيبتي. باي باي باي. خايفه لحظتها بنت اللذينه. 100,000 جنيه يا بنت المحظوظه. بالراحه يا عم مغاوري، على مهلك، اوعى تخبط في حاجه. الله يخليك يا مدام انجي، ما كنتش عارف انك بتخاف عليا كده. لا مش بخاف عليك، انا خايفه على السجاده. امال طبعا، امال هتخاف على امي؟ عموما يعني الف مبروك للست مي. بتبارك على ايه؟ لسه بدري قوي على النتيجه. لا انا قصدي على الجهاز. جهاز ايه؟ دي لسه طفله، مين قالك بقى ان ده الجهاز؟ يبقى فرش تاني بقى للشقه. هفهمها له ازاي دي. بص يا مغاوري، دي سجاده اثريه من القرن ال 19. عارف القرن 19 يا مغاوري؟ لا طب بص يا مغاوري، اسهل انك ما تحشرش مناخيرك في كل حاجه، لاني ما عنديش وقت افهمك، خليك في حالك. يعني ايه خليك في حالك دي؟ انت بقالك كام يوم قاطع نفسي عمال اشيل في حاجات غريبه، وانا من حقي اسال بقى؟ لا يا مغاوري مش من حقك تسال، انت تشيل وبس. يا سلام، ولما المرايه امبارح كان يكسر ظهري كنت هتفيدني انت بايه؟ وفي الاخر لا حمد ولا شكرانيه. يا سلام، ما انت اخدت الاكراميه. ايه الاكراميه دي؟ يعني تبس يا مغاوي. تبس معلش. يا سلام، يعني ما فهمتش الاكراميه وفهمت التبس؟ ايوه، وانا شايل شنطه خضار؟ ده انتوا كانكم بتفرشوا الشقه من اول وجديد. وبعدين انا عايز علاوه. علاوه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك موظف حكومه؟ صحيح انا مش موظف حكومه، لكن ممكن اشتكيك في النقابه. النقابه مره واحده؟ وانت ايه اللي هيدخلك نقابه الصحفيين؟ ومين ممكن يسمع لك هناك؟ ومين قال ان انا اروح نقابه الصحفيين؟ انا اروح نقابه البوابين. انا راجل بواب وليا برستيجي. ما شاء الله، ماشي يا سعاده البيل بواب، اتفضل قدامي لما اشوف عرض برستيجك ده يطلع كام. العرض عرضين يا عم. وسع 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 من قدامي. تعال يا مغاوي، تعال حط السجاده عندك في اي حته. ازيك يا علي؟ الحمد لله على السلامة يا انجي. الله يسلمك يا حبيبي. ايه اللي اخرك كده؟ وايه القتيل اللي انت جايباه معايا كده؟ مش عايزة اقول لك يا علي، النهارده كان في حتة دين مزاد عاملاه المؤسسة ما حصلش، فاتك كتير يا علي، لو كان معاك مليون جنيه كنت صرفتهم كلهم. مليون جنيه على شوية الربابيك يا دي؟ اخص عليك يا علي، معقولة بتقول على التحف الجميلة بتاعتي دي ربابيك يا؟ تحف؟ وايه القتيل اللي انت جايباه معايا كده؟ قتيل ايه يا علي؟ دي سجادة أنتيك عمرها أكتر من 150 سنة، إنما تجنن، إيه رأيك؟ الله، ودي هنفرشها على الأرض؟ يا إيه دي اللي هفرشها على الأرض؟ معقولة يا علي؟ هفرش سجادة عمرها 150 سنة على الأرض؟ لا طبعًا،
هفرشها على حيطة الريسبشن. هو بقى في حيطة في الريسبشن؟ الكراكيب بتاعتك بهدلت البيت بخلينا مش عارفين نمشي. خس عليك يا علي، بتقول على الكنوز بتاعتي دي كراكيب؟ عامة أنا مش هناقشك كتير علشان ده جهل بقيمة الكنوز دي. كنوز نهايته. أنا وولادك مستنينك بالصبح وجعانين وعايزين نتغدى. أخ الغدا صحيح. صحيح؟ أنت نسيتي تجيبي أكل معاكي ولا إيه؟ أصل بصراحة كده يا علي يعني المزاد كان فظيع فأخد كل تفكيري والسكادة أبهرتني فنسيت. قصدك أبهرتك فمش هناكل النهاردة؟ لا 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 لا، إزاي حبيبي؟ أنا هتصرف، هنزل أجيب أي حاجة من عند شعبان تحت في السوبر ماركت، بس هات فلوس. فلوس؟ مصروف الشهر فين؟ أصل بصراحة يا علي كده الكذب خيبة، الفلوس ما كفتش معايا علشان أجيب السكادة فتصرفت. صرفتي مصروف البيت عالكهنة بتاعتك دي؟ علي من فضلك من فضلك ما تجرحنيش، ما تقولش على السجادة الأنتيك كهنة. واحنا هناكل تحف بقى بقية الشهر. في ايه يا علي؟ في ايه يا حبيبي؟ الأكل مهما كان في أرقى المطاعم ومهما كان غالي في الآخر معروف، بيدخل من هنا وبيخرج من هناك يعني، وآخره في الحمام. إنما يعني البطن ما بتشكرش أنت عارف، وبعدين التحف هي اللي بتعيش. واحنا عايزين ناكل عشان نعيش. حاضر حاضر يا علي، هتاكل عيش معقولة بقى على بطنك كده؟ انت بتضحك على ايه؟ واقف هنا ليه من الصبح؟ حطها في اي حته السجاده دي، حاول انحاسب من وشي. ايه دي؟ نكد عليكم. الوليه اتجننت. سلام عليكم. يلا ماشي، تسلم ايديكم، متشكرين، سلام عليكم. سلام عليكم يا شعبان. اهلا وسهلا ست انجي. صلي على النبي. ايه دي يا شعبان؟ عسلية اللي ايه دي يا شعبان؟ مش بتكلم على دي يا شعبان، دي دي قلة قديمة بيقولوا لي كده ان هي بقالها بتاع 100 سنة ولا ليها لازمة يعني من نوبة. وحطت فيها عسلية؟ انا بحط بضاعتي في اي حاجة، في قلة، في زهرية، في كف ايدي، المهم البضاعة تتباع، اهم حاجة عندي. بقول لك ايه يا شعبان، تبيعها؟ وانت عايزاها في ايه دي؟ لا ابدا عاجباني، وبعدين حرام اي حد يلطشها كده ولا كده تتكسر. ما تتكسر في داهيه، بقول لك قول قديمه اجيب غيرها. ايوه صح في داهيه، طب ما تبيعها احسن، ايه رايك؟ وانت هتعملي بيها ايه دي؟ لا ينفع تحطي فيها ميه ولا ينفع تشربي فيها. لا انا مش هحط فيها ميه، انا هزرع فيها كده ورد واحطها في الحمام عندي. تبيعها بكام؟ لا يا ست انجي يعني ما تغلاش عليك يا متشكرة قوي. استني استني، اللي متشكرة قوي واخدها وبتجري. ايوه انا اسفه انا اسفه، انت عايز العسليه؟ لا عسليه ايه، انا عايز القله. القله القله دي عندي مهمه جدا على فكره. طيب بتاخد فيها كام؟ اللي تدفعيه. بص يا شعبان انا هدفع لك 500 جنيه. مش هدفع جنيه زياده، 7 جنيه زياده مش هدفع. 500 جنيه؟ ايوه. في القله دي؟ اه. لا انا متاسف، في الحقيقه انا محتاج 550 جنيه في القله دي. موافقه يا شعبان؟ أصل القلة دي إيه؟ موافقة؟ أيوه موافقة. موافقة بجد؟ أيوه. خسارة، يا ريتني كنت قلت 560. أخدها يا شعبان؟ نعم؟ أخدها؟ الفلوس. أيتهم على الحساب. أيوه خد. المسابقات دي عملت دعاية كبيرة للجورنال، ده طبعاً غير الدعم اللي جالنا من الرعاة. يا فندم أنا سعيدة جداً وفخورة إن أنا بتابع حدث عظيم زي ده. أنا عن نفسي عملت حتة ألبوم عن المسابقة اللي فاتت فظيع، عملت فيه كل مجهوداتي الذاتية، لا وحطيت فيه صوري وأنا عاملة كده، وعملت صور سيلفي لنفسي كتير قوي. لا لا بجد تعبت قوي يا أستاذ جميل، يعني بجد ألبوم يستحق جايزة بول أنزر. مظبوط مظبوط. تمام. جايزة إيه يا حبيبتي؟ بول أنزر يا إنجي. إيه مش عارفاها ولا إيه؟ لا لا يا كاميلا حبيبتي اسمها بوليتسر، ده فيلسوف وصحفي معروف، ودي جايزه الصحافه العالميه. روح جرايه يا انجي، انت عايزه تطلعيني مش فاهمه حاجه يعني؟ لا انت بتعلي صوتك كمان. اه يعني مش ممكن انا بصلح لك عشان يعني خلاص خلاص بس. ويا كماليا جايزه بوليستر في ايه؟ بوليستر ايه يا فندم؟ بوليستر ايه بس؟ بقول لك ايه، انا فاهم في كل الجوائز العالميه لو سمحت بفضلك. بقول لكم ايه، خلي بالكم المره دي هيبقى في جايزتين، جايزه أندر طابع. أندر إيه؟ نعمل جوائز الأندر؟ جوائز أندر إيه؟ أندر طابع بوسطة. أندر كمان هيعملوا طابع بوسطة للأندر يا فندم؟ إزاي؟ يا أخوان
يا انجي اندر جايه من النضره. نادر نادر زميلنا يا فندم. قول كده يا فندم وضح عشان في نادر. يا اندر قلنا الاول الاندر خلصنا منه. ايوه صح. دي جايزتها رحله لباريس. ايوه التذكرتين لمتحف اللوفر. تمام. 10,000 دولار. اما بقى الجايزه بتاعت اقدم عمله. أيوة. دي 150,000 جنيه. محظوظين بجد محظوظين اللي يكسبوا الجائزه دي. تعرف يا استاذ جميل اللي كسب المسابقه اللي فاتت مين؟ صاحبه انجي. ايوه فندم صفاء استباعي. دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب. دي بقى كانت حضرتك مش لاقيه تاكل كانت هرياني بقى مقشطاني كل لبسي ومكياجي. الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع. ايه ده يا انجي انت بتعايريها علشان كانت بتسلف منك؟ ايه يعني عادي الصحاب لبعضيهم. طب ما انا يعني بسلف منك لما ابقى غنيه كده زيها تعايريني؟ انت اصلا مش ممكن تبقي غنيه. قصدي يعني حتى لو بقيتي غنيه كوكي انت في فرق كبير بينك وبينها. هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيه. شايف يا استاذ جميل في ايه يا كوكي؟ الله انتوا هتعايروا بعض قدامي. انجي هي اللي كسبت المسابقه اللي فاتت دي صاحبتك؟ ايوه كانت معايا في الجامعه. دي كارثة يا انجي كارثة. كده دلوقتي القراء هيفتكروا ان احنا بنطبخ الحكاية وبنعملها لقرايبنا ومعارفنا. هي مش عايز حد يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، فاهمة؟ وانت بالذات. لا انا اصلا عمري ما فتحت بوقي عن الموضوع ده خالص. ده انت اللي لسه قايلة لها صاحبتها مش كده يا انجي؟ ايوه يا صاحبي. بس حضرتك ما تقلقش خالص يا فندم، محدش ممكن يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا اللي هكسب. تكسبي إيه؟ الجايزة الجاية إن شاء الله. ما هو حضرتك أنا عندي شوية عملات وطوابع قديمة يعني بص يهبلوا. يا إنجي بقى أنا بقول لك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك تقولي لي أنت اللي هتخشي المسابقة دي تبقى يا إنجي هنفقد مصداقيتنا عند الناس. في إيه يا أستاذ جميل؟ من حقي. من حقك يا انجي لو انت مش موظفه في الجورنال، انما يا حبيبتي دي معموله للقراء. اهو يا فندم انا من القراء، انا بقرا الجريده والله كل يوم. وبعدين بصراحه انا نفسي اطلع رحله لباريس، نفسي ادخل متحف اللوفر. اطلعي على حسابك، اهم حاجه المصداقيه. يا فندم المصداقيه دي بقى هتكلفني كتير قوي بصراحه. طيب بقول لحضرتك انا جالي فكره حلوه قوي، انا خلاص مش هقدم في المسابقه. خلاص حلو كده؟ تمام. بس أنا ممكن أطلع مرافق للي هيكسب الجايزة، إيه رأيك؟ حلوة صح؟ لا. ليه يا فندم؟ ده علشان يعني يبقى فيه مصداقية وأصوره بقى في اللوف وهو إيه رأيك؟ لا. يا فندم هنصوره بقى واخد الجايزة كده واقف عند برج إيفل. لا برضه. يا فندم ليه يا فندم؟ دي مصداقية، هو دي المصداقية. لا! أنا المصداقية اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزة، أما المرافق بقى وكل الحاجات دي شكليات. حلمي راح، حلمي ضاع، حلمي اختفى، حلمي اتغير. في إيه يا إنجي؟ حلم مين ضاع منها ده؟ حلمي إيه؟ حبيبتي الحلم بتاعي، الحلم الجميل اللي كنت عايشاه. يا اختي كل ده على سفريه ولا تزعلي نفسي. انا وشعبان بنسافر كل صيف مصيفين، واحد جمسه واحد بلطيم، هاخدك في واحد بس فيه. ايه في ايه يا حبيبتي؟ بقول لك عايزه اطلع باريس تقولي لي بلطيم وجمسه؟ حرام عليك يا هبه. انا حلم حياتي ان انا اروح اللوفر واتصور مع الموناليزا. مين يا اختي الموناليزا دي؟ ممثله؟ في ارحميني. لا رقاصه. رقاصه واجنبيه وبتشتغل في كباريه اسمه اللوفر. اخس عليك والمصحف، اخس عليك يا انجي، ده انت بتسوقي سمعتنا. طب عيالك يقولوا ايه؟ ها؟ طب جوزك يقول ايه؟ طب شعبان اللي انت ساكنه في عمارته ده تبهدليه معاكي ليه؟ بس حرام عليك، حرام عليك يا حبيبتي. الموناليزا دي لوحه مش رقاصه، واللوفر حبيبتي مش كباريه، ده متحف كبير فيه حاجات قيمه بيعرضوها هناك. ده اللي في باريس؟ ايوه ده اللي في باريس. طب يا اختي روحي هات لنا مناخير ابو الهول اللي نصبين علينا فيها. ومين قال لك بقى ان مناخير ابو الهول موجوده هناك في المتحف؟ ده مش حقيقي. الاستاذ سعيد عكاشه والدكتور توفيق حساسين هما الاثنين طلعوا قالوا كده، ودول جهابذه طبعا. الله الله على السخافه يا هبه. ايه ده كله يا حبيبتي؟ قولي لي يا انجي انت ضامنه يعني الفوز قوي كده؟ ايوه حتى بصي دي بصي. ايه ده سحتوت؟ الهي سحتتوك يا هبه. الله ايه العملة دي؟ جبتيها منين؟ جبتها من مزاد للعملات يا جوجو.
اسكندر الأكبر كان عاملها وحاطط عليها صورته بمناسبة بناء اسكندرية سنة 331 قبل الميلاد، ودفعت فيها 5000 دولار. يا حبيبتي عشان كده بقى زعلانة ومقهورة انك مش هتدخلي المسابقة. ايوه وعمرينو كمان مقهور قوي. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، قدمي لي انا مكانك. الله، فكرة حلوة قوي يا هبة. فكرة ايه الحلوة دي؟ بتهزر دي؟ لا طبعا مش بتهزر، انا بقى بتكلم بجد. انا فعلا هقدم باسمها، ولو هي كسبت انا اطلع مكانها الرحلة. يا حبيبتي ومش بس كده، ده انا بقى هخدمك خدمة عمرك كله. إيه؟ انا عشان اسيبك كده تفوقي وتروقي للمسابقة هاخد منك البامبينو الحلو ده يفضل قاعد معي لحد ما ترجعي بالسلامة وانت فايزة يا حبيبتي. الله يا حبيبتي يا هبة، انت ايه اللي حصل لك؟ ما حصلليش حاجة، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، ده انا بحبك في اللا حب. هعيط، انا اتأثرت جدا، ربنا يخليكوا لبعض يا رب، ما يحرمكوش ابدا من بعض. حبيبتي يا هبة، حبيبتي قلب امك. مش عارفة يعني، انا عارفة ان انا برغي كتير يا سمورة، بس انا حاسة ان انا بقيت مجنونة مهووسة بالتحف، مش عارفة ايه رأيك يا عمرين؟ ايه رأيك يا سمورة؟ انت نمت مني ولا ايه؟ انت لا انا انتي. هنا انا هنا، مفيش حد هنا. لا يا حبيبي لا. سوري. تنمت مني، انا مملة قوي كده. فشل. لا لا يا حبيبي بس احب اركز بس. الاحساس ده جالك من زمان، حاسة بيه من زمان وانت بتاكلي بدنجان؟ مش عارفة يا سمورة، انا حاسة بس مش متأكدة جالي امتى. افتكرت جالي لما شفت صفاء السباعي صاحبتي من ايام المدرسة وهي بتكسب 10,000 دولار بسبب ساعة جدها القديمة. 10,000 دولار حقيقة حبيبتي، انا حاسس انك يعني برضو مجنونة من زمان. في ايه يا سمورة؟ وانا جايلك علشان تساعدني وتعالجني ولا عشان تفرسني اكتر؟ حبيبتي انتي مفروسة من زمان. ايوه مفلوسه من زمان، بس انا دلوقتي بقيت مهووسه بالتحف والانتيكات واللوحات. شوفي يا عزيزتي، الهوس بالاشياء له سقف معين، يعني لو احنا عدينا السقف ده او حسيتي انك فوق السقف ده تحسي ان فعلا انك مهووسه. ولو تحت السقف بقى؟ لو فوق السقف هتحس انك عندك برد رطوبة، يبقى انت مهووسة فوق السقف. لو نزلتي تحت السقف هيبقى في حر ودفى واعصابك هادية. طيب اعرف منين بقى اذا كنت انا فوق السقف ده ولا تحته؟ لو حسيتي بسقعة وبرودة يبقى كده انت فوق السقف. انما لو حسيتي بانك دافية ومرتاحة واعصابك هادية تبقي تحت السقف، كده نقدر نعالجك. تصدق يا سمورة أنا حاسة كده إن أنا والله أعلم تحت السقف. ليه بقى؟ لأن أنا حاسة بدفى وحاسة إن أنا مستمتعة جدا جدا وبقيت أحب بيتي أكتر من الأول، بس علي بقى مش سايبني في حالي. حبيبتي غالبا الأزواج أو الزوج بصفة عامة بعد الجواز خلاص المسؤوليات بتكتر عليه، بيحصل له هوس كده بيتجه للمطبخ، يهتم بشؤون الطبخ. ايوه فانت لازم تساعديه في الحكايه دي. طب يعني اعمل ايه؟ يعني مثلا ارسمي له لوحه بطاطس محشيه بالبدنجان، انحتي له بطه مشويه جواها حمامه صاحيه، واخده بالك؟ ورش عليها شويه بهارات واديها له في وشه. يا سلام، هي دي بقى الفنون؟ اهتمي بهوايات جوزك يهتم بهواياتك. ايوه وهوايات علي قد كده. طيب انا ههتم بيه وبهوايته. عارف هعمل له ايه؟ هرسم له لوحه من السمبوسك باللحمه المفرومه معاها البطاطس المهروسه، وانا متاكده اني هفضل مفروسه. انجي جميلة انجي. اجمل حاجة فيه انه لا شبه ابوه ولا شبه امه. لا شبهك يا سمورة. غريبة، انا اقول ماله اهبل ليه كده. جالنا شهادة من وزارة الاثار
باسم الفائز في المسابقة الثانية من مسابقة قديم بس عظيم. بجد يا فندم؟ هي 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 هي. ايه يا انجي؟ انت تعبت ولا ايه؟ انت فرحانة قوي كده ليه؟ فرحانة يا فندم عشان النتيجة طلعت. يا رب والنبي يا رب نجح، يا رب والنبي يا رب احنا غلابة يا رب. انجي انجي اوعى تكوني قدمتي في المسابقة. انا؟ اه ابدا يا فندم، لا يمكن ابدا اخالف تعليمات حضرتك علشان المصداقية. انا بقول يعني يا رب ننجح، الجرنان ينجح يعني. اه ولا يكون اي حد من تبعك. لا هي جارتي بس يا فندم. ليه كده بس يا انجي؟ ليه كده؟ كده المصداقية في خطر يا فندم. ما تقلقش، المصداقية مش في خطر ولا حاجة، المصداقية في الحفظ والصون. وبعدين هي مش أختي، هي حيالة جارتي يا فندم، ومن أقوى المستهلكين للجريدة بتاعتنا. موزعة يعني؟ لا يا فندم، موزعة هي أكتر بكتير. عارف حضرتك بتلف الطلبات بتاعت السوبر ماركت بتاعتهم بالجرايد بتاعتنا، ولا يمكن يا فندم، عندها ولاء لينا لا يمكن تستعمل أي جريدة تانية. ده حتى لما يجوا يمسحوا الإزاز بيستعملوا الجريدة بتاعتنا. أنا مش فاهم حاجة يا إنجي الحقيقة، بس مش عارف مستريح لكلامك، جميل جدا. الله، أنت اللي جميل يا جميل. الله يخليك يا إنجي. لا يا فندم حضرتك فهمت غلط، مش بعكسك، أنا بقول إنك جميل يعني. أنا اسمي جميل يعني؟ أي فندم اسمك جميل خير؟ نسيت اسمك؟ يعني أنا اسمي جميل؟ أي فندم والله حضرتك الأستاذ جميل، في إيه؟ يا إنجي أنا قصدي اسمي جميل حلو يعني؟ حضرتك تقصد حلو جميل يعني بيوتيفول. حلو بيوتيفول قوي والله، اسمك جميل. بس هو تقليدي بس حلو. تقليدي؟ تقليدي شويه بس انا احب التقليديه جدا. عظيم عظيم. لا جميل. ماشي ماشي ماشي. بلاش دوشة. يا بنتي بتعمل ايه؟ شكلها بتعمل عملية. يا عيني، هو التمثال اللي في ايديها ده حالته خطيرة؟ يا حرام، بقاله كتير قوي ما بيتحركش، يبقى اكيد مات. مات؟ يا عيني. تعالي نلعب. يلا 1-0 ليا. ايه ده؟ لا 0-0. 1-0. الكرة اللي لمستني. ما لمستنيش، دي لمست شعري. هو مش شعرك ده في جسمك برضو ولا في جسم بني ادم تاني؟ 1-0. طب هات الكورة. خدي. وبعدين بقى بطلوا دوشه يا اولاد، مش وقت لعب. يا مامي احنا خلصنا الهومور. خلاص روحوا ذاكروا. يا مامي هي لسه قايله لك ان احنا خلصنا مذاكره. يا سلام، هو انت كنت بدات المذاكره امتى عشان تقولي خلصنا؟ ايوه طبعا نلعب شويه. وبعدين بقى بطلوا شقاوه واتفرجوا على التلفزيون، بلاش لعبه بالكوره. مامي التلفزيون ده خطر على الاطفال. يا سلام، من امتى؟ سيبها يا سولي. الله يا مامي دي بتكبر وبتصغر. بقول لك سيبها. حلو قوي، انا عايزه اخدها. سيبها يا سولي. ايه ده يا سولي؟ عملت ايه يا سولي؟ كسرتها يا سولي. انت مش بتطيري، اسيبها. ايوه قلت لك سيبها على الترابيزه. على الترابيزه. حرام عليك، حرام عليكم. عارفين القله دي بقالها قد ايه عايشه؟ 100 سنة. بقالها عايشة قد ايه؟ 100 سنة. 100 سنة منهم 15 سنة عند شعبان بيبيع فيهم نوجة وطوفي. بيبيع ايه؟ نوجة وطوفي. نوجة وطوفي ومصيرها تتكسر هنا عندي. على ايديكوا. حرام عليكوا. انتوا عارفين الفراعنة؟ العيال بتوعهم لو كانوا زيكوا ما كانش عاش لهم تمثال. مش 7000 سنة، لا 7000 ثانية. كان الفرعون الصغنون من دول يتولد معاه التمثال بتاعه ويفضل عايش بيه لحد ما يموت. لحد ما ايه؟ يموت. لا، لحد ما يتدفن بيه. لحد ما ايه؟ يتدفن بيه. آه.
عملتي؟ جائزة أقدم عملة معدنية، عملة الإسكندر الأكبر، فازت بها السيدة هبة محسن هلال. اللهم صل على النبي. والجائزة مقدارها 150 ألف جنيه. مبروك للقارئة الجميلة هبة محسن هلال عبربو. أما عن الفائز بجائزة أندر، لا ما تفهميش غلط يا شعبان، أندر طابع بريد عن طابع الخديوي لعام 1866، هي السيدة هبة محسن هلال عبربو. والجائزة عبارة عن رحلة لباريس وتذكرتين لمتحف اللوفر. أقول لك إيه يا كماليا؟ كماليا عايزك دلوقتي الصور دي لازم توصل المطبعة حالا، لأن الرحلة الأسبوع اللي جاي والصور دي لازم تنزل على الجاي. ها؟ حالا حالا يا أستاذ جميل حالا. ألف 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 مبروك. الحمد لله. وأنا كمان ألف مبروك. مرحبا عشان حتى الكونتور يا جماعة. بس سؤال بس قبل ما أطبع الصور، هو حضرتك يعني المحل اللي بتجيبي منه البرنيطة أمنية حياة حسين إن أنا ألبس برنيطة تجيبيها منين؟ لا ده مش من محل، ده من على الرصيف. بصي اوعي تستخسري في نفسك حاجه، انا ما بستخسرش في نفسي حاجه، وبعدين ده تكريم انا هتكرم كل يوم. روحي بقى. شعبان انت رايح فرنسا؟ ان شاء الله. اوعى تنسى الفايف كلوك تي. ايه؟ تي تي هجيبهولك هجيبهولك تي. انت هتاخدي شعبان ازاي؟ انت معاكي مرافق اه؟ بس هتاخدي مين بقى معاكي؟ بصي انا عرفت بقى ان مادام فيها مرافق يبقى لازم اختار الصديق قبل الرفيق قبل الطريق. ايوه كده، الرفيق قبل الطريق. مين بقى الرفيق؟ مين مين ايه؟ جوزها طبعا، جوزها. في ايه في؟ انت ايه شغلك انت؟ انا السبب في كل ده، انت مالك؟ بصي يا انجي بصراحه بقى كده انا يعني لازم اخد شعبان معايا. تاخدي ايه؟ هتاخد شعبان معاها؟ ايه انت عامل زي الساحره الشريره كده؟ هي تاخدي مين يا روحي معاكي؟ انا السبب في كل ده. في ايه يا هبه؟ احنا مش اتفقنا مع بعض؟ حلال عليكي نص الفلوس وانا هاخد نص الفلوس التانيين، تبقى مصاريف هناك وتذكرتين السفر. بصي يا انجي بصراحه كده انا نفسي قوي اسافر امريكا. ايوه بس الرحله دي لفرنسا. مش مهم، كلها دول اوروبا. دول اوروبا ايه؟ فاهمها ازاي دي حبيبتي؟ اوروبا دي قاره فيها بلاد كتير كده، وبعدين امريكا دي قاره تانيه وفي بينهم بحر وحاجات. وبقول لك ايه يا شعبان، انا اتفقت مع مراتك ان انا هقدم لها في المسابقه باسمها هي، ولما تكسب انا اسافر بدلها. وانا نصيبي فين؟ من غير ما تزعق قسم الفلوس مع مراتك. لا لا انا كمان مش موافقه حتى لو هو وافق. بصي انا بصراحه كده ما اتعملليش شهر عسل، ونفسي اطلع رحله. من عينيا يا حبيبتي، بس كده هطلعك احلى شهر عسل على حسابي. 4 ليالي 3 ايام، ايه رايك بقى؟ شرم الشيخ. شرم الشيخ دي جنب امريكا؟ شرم الشيخ جنب امريكا؟ بس بتروح لها عن طريق بورسعيد. وافقي يا هبة؟ لا انا لازم اروح باريس. ليه بس؟ هتروحي تعملي ايه في باريس؟ اروح باريس واروح متحف الشمع. مفيش متحف الشمع، اسمه متحف اللوفر. مش مهم، ادخل متحف البلوفر ده. هتروحي البلوفر تعملي ايه؟ العب بالي. العب بيبو. حرام عليكي يا هبة، انت بتهزري. احنا كان في بيننا اتفاق. لا اتفاقك كان معاها صلاحيته انتهت، كلامك معايا دلوقتي. لم نفسك يا شعبان، مالكش دعوه خالص. هبه ما تضيعيش حلمي يا هبه. حبيبتي حلمي مين؟ انت اللي ما تضيعيش حلمي. الكايسه باسمي. ايوه الكايسه باسمك، وانا اللي مقدمه لك في الكايسه. معلش بس الفرصه بتيجي للانسان مره واحده. انت بتديني ظهرك. بصيلي هنا، بصيلي هنا. هي فعلا بتيجي مره واحده بس. بس انا كان حلمي ان انا ادخل متحف اللوفر واتصور مع لوحات ليوناردو دافينشي، واتصور كمان جنب التماثيل بتاعه مايكل انجلو. مين يا اختي ليوناردو ومايكل انجلو دول؟ سلاحف النينشا. ايوه بس ناقصهم رافائيلو ودوناتيلو. مثقفه قوي انت. اموت في البيتزا. بصي يا انشي عشان بس ما تضيعيش وقتك وتتعبي نفسك، انا يا حبيبتي استحاله ومن رابع المستحيلات ان انا استغنى عن شعبان او اخدش خطوه من غيره، لان انا يا حبيبتي مش نادله. صح انتي مش نادلة خالص، انتي نادلة وواطية الاثنين together. شايفة هبة المكتب بتاعها قد ايه؟ شايفة يا اخويا ده عندها تركيف مركزي، واحنا قاعدين في الحر نشر كده من النار اللي في السوبر ماركت. حاطة باركيه على الحيطان. يا اخويا ده غير الزرع. حياة
على المكتب على فكرة ده وستاير. بتاع جميل مش بتاعي يا بناخدكم مش مهم المهم ان احنا اللي هنسيب وانت تطلع معاها انسى خلاص يا انشي خلاص يا حبيبتي بقى الله ما تعمليش في نفسك كده ازاي بس يا رجاء ازاي وهي خدت مني كل حاجة خلت أحلامي وطموحاتي وفلوسي وتذاكر السفر كل حاجة كل حاجة خلاص 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 تتعود إن شاء الله بفرصة تانية فرصة إيه؟ فرصة إيه رجاء؟ الفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر طيب أنا عندي فكرة بقولك إيه؟ اطلعي الرحلة دي على حسابك أنت عشان يعني ما تموتيش بحسرتك هو فين؟ هو فين حسابي ده؟ شوفه أشوف حسابي ده ما بقاش في حاجة خالص بعد ما اشتريت التحف الجميلة اللي عندي خلاص بقيت على الحديدة وبيني وبينك ما اكذبش عليك يعني بقيت اشتري الأكل عندوتة من شعبان المعفن يا خبر للدرجة دي طب هقول لك حاجة تهتوا لإنها بيعي حتة من التحف دولة وسافري بتمنها لا لا ما تقولي ليش كده يا رجاء كأنك بتقولي لي بيع واحد من عيالك ما أقدرش ما أقدر يا ربي ليه وانتي رايحة يبقى تقع بيك الطيارات وشعبان بلاش بلاش حكاية الطيارة دي أصل انتي عارفة بقى اليومين دول الطيارات بتقع كتير والسياحة يعني مش ناقصة يا سلام يعني يرضيكي شعبان وهبة يروحوا يسيحوا هناك في باريس وانا اقعد معاكي هنا ده ايه النحس ده كده برضو بقى انا قاعدة معاكي ومستحملاكي وعمالة طيب في خاطرك والاخر تقولي ايه النحس ده رأي المثل يا اختي الدنيا شقلبت شقليبة والعبيط شد حيله يا عيني على الحلو يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام ويبقى شخليلة احنا بقينا بيئة قوي 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 بيئة طحن ارخص الاسعار ارخص الاسعار يلا يا هانم مزاد يا بيه مفيش حاجة بربع جنيه كل حاجة بالدولار وبرضو ارخص الاسعار وانا مستني المشتري الحمار بس بقى يا علي بس اديني عملت مزاد اهو زي ما انت عايزه عشان ابيع حاجات حبايبي يا حبيبي وحشوني يا حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله معلش يا حبيبتي معلش يا كريم عاجبة حضرتك دي يا فندم؟ ده تحفة اه دي تحفة فظيعة على فكرة من الصعيد لقيتيها فين دي؟ لا انا ما لقيتهاش حضرتك انا اشتريتها من تاجر صعيدي تاجر آثار يعني لا تاجر بلح لقيتها عنده وعجبتني فاشتريتها اشتريتيها بكام دي انا اشي هو تحقيق حضرتك ناوي تشتري ولا هتتعبنا لا طبعا ده مصنوعه في تقديري من 4000 سنه نعم انا عالم مصريات في وزاره الاثار وخبير في التحف والانتيكات اهلا وسهلا يعني حضرتك ده كارت تعارف ولا جاي تشتريها ولا جاي تقبض علينا ولا ايه بالظبط بس يا علي الراجل بيقول لك ان هو خبير في الاثار بيقول لك ان القطه دي لا تقدر بثمن قلب امها ما شاء الله ده فهد مش قطه وده مؤكد تمثال فرعون عتيق غالبا من الاسره الفرعونيه ال 12 حضرتك متاكد لازم نتاكد انه اثر فعلا وساعتها هيحصل لكم حاجه من الاثنين ايه يا اما هيتقبض عليكم بتهمه الاتجار في الاثار ثانيه واحده دي لا مراتي ولا اعرفها احنا حيلا بينا ثلاث عيال لا راحوا ولا جم او ايه تاني حضرتك يا إما هيتم تكريمكم بسبب الاكتشاف العظيم ده يا سلام شوف مراتي حبيبتي والله العظيم فنانة طول عمرها بتفهم في الأثار أيوة طول عمره وبيشجعني على تجارة الأثار قصدك تجارة التحف يا حبيبتي إحنا عايزين الجايزة مش عايزين نتسجني أيوة حبيبي السجن ليك والجايزة ليا ممكن بوس 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 مرسي مرسي ألبومك اهلا يا انجي فين التمثال تمثال ايه هتستعبطي تمثال الفرعوني هو حضرتك مش قلت انك عالم اثار لا ده اخويا انا تاجر اثار
اه افتكرتك انت بتاع فيلم ابو علي. ايوه بالظبط، مش عايز كلام كتير، انا عايز التمثال. علي علي امي علي 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 ما تحاوليش معاه، اديته حقنه تنيم فيل. ما اديتنيش انا كمان واحده زيها ليه؟ مع اني بخاف من الحقن. ما كانش معايا غير واحده بس، وعايز حد اتفاوض معاه. تتفاوض على ايه حضرتك؟ تمثال او الدماء. ليه حضرتك؟ انت مش قلتلي ان انت طيب زي الاستاذ رشوان توفيق؟ لا اخويا ضحك عليكم، انا شرير زي زكي رستم او محمود المليجي. يا مامي بقول لك في تماثيل كتيرة قوي بره، خد منها اللي انت عايزه وخدها كلها. لا انا عايز ده. لا لا ده لا ده ملك مصر، وانا مش ممكن ابدا افرط في مصر ابدا. بقول لك هات التمثال. حاضر التمثال اهو، ولو تحب اجيب لك ابو الهول بمناخيره لحد عندك. حاضر. انا مش عايز غير حاجه واحده بس، مش عايز اسيب دليل ورايا. يا مامي لا ارجوك ارجوك ما تخطفنيش، ما تموتنيش، ما تاكلنيش، عايزه اعيش. انا اوه في يا ليا في يا ليا في يا ليا ايه ايه في ايه؟ انا اتقتلت يا علي، اتقتلت اتقتلت. اتقتلتي؟ مين اللي قتلك؟ راسك؟ اه لا ملوش حق. اه طب راسك فين يا حبيبتي؟ انت سليمه وزي الفل اهو. لا لا ماليش دعوه، هو جه ضربني وخد التمثال وهرب. خد التمثال وهرب؟ التمثال ده؟ اه طب ما التمثال اهو يا انجي. اه صح صح التمثال اهو، الحمد لله الحمد لله. في ايه علي؟ نام يا علي نام، شكلك كده كنت بتحلم متخرف. نام يا علي نام. انا اللي كنت بحلم ومخرف. ايوه وقعدت تقوم وتخضني من النوم وتقول لي ضربني وقتلني وضربك في... نام نام يا علي نام، ربنا يهديك. نام. حسبي الله ونعم الوكيل. مبروك يا انجي، الجرايد القوميه كلها نشرت الخبر ومنزلين صورتك جنب التمثال. الله يبارك فيك يا فندم. طبعا لما هتروحي التكريم هتقولي للوزير بقى ان انتي عملتي ده كله بفضل توجيهاتي. نعم توجيهاتك ليه بقى ان شاء الله؟ لا طبعا هقوله ان كل ده مجهودي وتعبي. اسلام مجهودك وتعبك ده ايه؟ ايه انت اللي نحتيه ولا ايه؟ انا كل يوم كنت بنضفه واسهر جنبه يا جميل. نعم كنت بت ايه؟ بنضفه واسهر جنبه حبيبتي، نظافة وحراسة. لا والله نايس تقولي انك كل يوم بتحط له ميه واكل. مبروك يا انجي. الله يبارك فيك يا موحه. صبرتي وقلتي يا انجي. الله يصبرك يا كاميليا. على فكره وزاره الثقافه هتكرمك وهتطلعك رحله اسوان والاقصر على حساب البلد. الله اسوان وحشتني قوي. انت رحتيها قبل كده؟ لا. الاقصر حلوه برضو. انت رحتها قبل كده؟ لا بس يمكن نعتر لنا على تمثالين تايهين هناك ولا حاجه. ايه ده يا علي انت عايز تماثيل؟ ايه انجي دي انا بموت في التحف والاثار. في ايه علي حبيبي سلامتك؟ انت اتغيرت خالص، تكونش دي لعنه الفراعنه؟ وفيها ايه لما شارك مراتي حبيبتي في هواياتها؟ اي حبيبي وماله تشاركني في هواياتي يعني، بس بلاش موضوع التحف والاثار ده عشان كنت هتلبسنا في قضيه اتجار الاثار وكده. خلينا في الرحله حبيبي، خلينا في الرحله.